السلام عليكم. أولا بغيت نشكر أستاذنا سي حسن أوري على هذا الكتاب بخصوص الموضوع اللي كنا فيه من أجل الثورة الثقافية في المغرب. موضوع مهم، موضوع كبير كما تيقولوا الفرنسيين، أنفس الثورة. أنا ما عنديش سؤال، عندي غير بس إضاحة. الكتاب الديني المضمون ديالو راه فيه بالنسبة على مستوى العنوان من أجل الثورة الثقافية بالمغرب تنسطح على من أجل. بغيت أستاذنا يعطينا إيضاحات حول هذا جوج الكلمات من أجل. وفي الأخير بغيت نتمنى للسي حسن أوري مزيد من العطاء، ونتمنى الكتاب ديالو النجاح وانتشار كبير. شكرا. سأكرر ما قلته في مناسبة عدة، ولكن أعتقد ونحن نتحدث عن التربية ندرك بأن البيداغوجيا ترتكز على قاعدة وهي التكرار، لا عيب من التكرار. ومثلما كان الأوائل يقولون بالتكرار تدرك الأسرار. الثورة الثقافية هذا مفهوم ظهر في سياق خاص مرتبط بالتجربة الصينية، وحينما استعملت هذا المصطلح كان ربما من الضروري أن أتوسع لكي أشرحه، ولكن اعتبرت بأنه معروف والحال أن مثقفين ذوي باع طويل ومشهور لهم استعملوا هذا المصطلح. يعني عبد الله العروي في الإيديولوجيا العربية المعاصرة حينما اعتبر أن ما يتعين عليه في العالم العربي هو ثورة ثقافية، نفس الشيء يعني عبر عنه عبد الجابري المرحوم عبد الجابري في كتابه أضواء على مشكلة التعليم، واعتبر بأنه جيد جدا أن نتكلم عن الإصلاحات، ولكن من دون في نهاية المطاف ثورة ثقافية ستظل كأوراق غير ثابتة على فروع شجرة. ظهور هذا المصطلح كان بالأساس حينما فشلت سياسة الوثبة الكبرى إلى الأمام، le grand bond en avant. مثلما تعرفون أن الصين تبنت النهج الشيوعي وأخذت تحدو حدو الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي ركز على التصنيع، ركز على نظام التخطيط إلى آخره. فالصينيون قاموا بنفس الشيء، ركزوا على التصنيع، تبين بأنه لم تنجح سياسة التصنيع، بل أدى تطبيق الوثبة الكبرى أو القفزة الكبرى إلى الأمام إلى مجاعة. الحال أنه في حجم الصين لم تكن المجاعة في حدود 1000 أو 2000، بل بالملايين، بل عشرات الملايين، يعني ماتوا جوعا ومجاعة من جراء سياسة تبين بأنها لم تكن مطابقة لواقع الصين. فكر الصينيون وقالوا نحن لا نستطيع أن نفكر أو نختار يعني الخيار الزراعي لأننا مجتمع، الخيار الصناعي لأننا مجتمع زراعي، لا بد أن ننطلق من واقعنا، وعوض أن ننقل من الاتحاد السوفيتي أن ننطلق من واقع، أن نرسم هدف تعديل ولكن أن ننطلق من واقعه. ولذلك يعني أنتم تعرفون من دون شك من هم في سني أو ربما أكبر من سني يذكرون بأن الثورة الثقافية يعني طبعا كانت هناك يعني أحيانا غلو و يعني زيغ في تطبيق الثورة الثقافية، ولكن اقترنت بأشياء لها رمزية. مثلا كان الطلبة يخرجون ويحرقون البيانو، مع أنه لا نريد في نهاية المطاف أن ننقل أشياء تأتي من الغرب ولكن أن ننطلق من ذاتنا. فالمفهوم طبعا من الثورة الثقافية هو أن تضع كهدف التحديد، ولكن
تبني من تربتك ومن المواد المتواجدة بأرض انطلاقا من واقع. وضمنيا من خلال هذا العنوان أنتقد المقاربات يعني التي تنقل من تجارب خارج إطار. أنا أعرف بأن هناك أشياء محرجة ومزعجة حينما نتحدث عن إصلاح المنظومة التربوية، ولكن نعرف بأن يعني لفترة كان بعض الخبراء الأجانب هم الذين يملون في نهاية المطاف يعني الخيارات. حينما نتحدث عن الميثاق، يعني هناك شخصية معروفة وقامت بحوارات في لوموند وكتبت في لوموند وكانت يعني مستشارة لبعض من يعني كانوا يشرفون ويكبون على. طبعا النتيجة هي التي ما نعرف، ولذلك لابد أن ننطلق من واقعنا ومن عناصرنا، ولكن أن نضع نصب أعيننا طبعا هدف تحديد. هذا هو في اعتقادي يعني أسباب نزول هذا العنوان إن صح هذا التعبير، أو ولكن لا أزعم بأنني صاحب هذه الفكرة، لأنه سبقني أشخاص عرفوا هذه القضايا ولهم حضور ووزن ثقافي وسياسي. عندي سؤال عنده شقين. الشق الأول هو يعني لو تضافرت يعني جهود غيورين على الوطن وفاعلين في الحقل الثقافي، يعني شحال خص مثلا باش توقع ثورة ثقافية في المغرب؟ هو الشق الأول من السؤال. الشق الثاني هو واش يعني كتوقعوا حدوث هذه الثورة الثقافية في النصف الأول من هذا القرن القرن 21؟ شكرا. شكرا الموصول للدكتور العزيز. فقط بالنسبة لواحد النقطة أساسية أولا، أستاذي الفضيل مساء سعيد، محمد بن زكور فاعل جمعوي في مجال التربية والتكوين. أستاذي، المغرب عنده جوج ديال الارقام 1956 2018. هذه المده الزمنيه المغرب قطع مراحل فيما يتعلق بالاصلاح ديال المنظومات التربويه. كاين مناظرات وطنيه، افران، معموره، الميثاق الوطني، البرنامج الاستعجالي الى اخر المطاف. واش الشعب المغربي هذا اللي أعطى الكثير كثير وضحى من أجل أن يبقى المغرب حر مستقل، ماشي من حقه تكون عنده واحد المنظومة تربوية في المستوى ديال التطلعات ديالو؟ حنا داك عشنا هاد المحاولات كلها، والآن تنعيشو نزول ديال الرؤية استراتيجية ديال 15-30. السؤال ديالي، واش أستاذي الفاضل عندنا أمل على أن فعلا اليوم غادي نعيشوا واحد الإقلاع اللي المغرب غادي يدخل في التاريخ ديال الإصلاح ديال المنظومات التربوية باش يتبوء المكانة ديالو بين الدول اللي تقدمات بالتعليم ديالها وبالقوة ديالها؟ وشكرا. شكرا. فقط يعني مسألة بسيطة لا أتذكر أين قرأتها، إما عندكم أو عند الدكتور شفيق، وهي أنه مباشرة بعد قراءتي لتقرير معين حول التعليم العتيق وأن التعليم العتيق يساهم نوعا ما في تخلف المغرب، مباشرة سيطلب منه الحسن الثاني إعداد مذكرة لتعميم التعليم العتيق وإصلاحه.
يعني بهذه الطريقة هذه كيف يمكن دير مثلا مخططات وفي مقابل ذلك كاين سلطة عليا لا تناقش وتذهب في اتجاهات ربما على عكس اتجاهات تقدمية إطلاقا؟ هذا هو السؤال. أعتقد بالنظر إلى طبيعة نوعية المكان لا نستطيع أن نتوسع في نقاش مستفيض، ولا أريد أن أطيل على الحضور الكريم. أبدأ من السؤال الأول، هل هناك إمكانية أن تتطور المنظومة التربوية؟ طبعا هناك إمكانية، قد يكون من قبيل المستحيل لو لم يفرز هذا البلد أطر لها معرفة بتربوية أو إدارية، والحال أن هذا البلد أفرز وأنجب أطر عبر منذ الاستقلال، منهم شخص سيد الذي طرح هذا السؤال، وفي أماكن أخرى وفي يعني مرافق أخرى، ولكن وجود هذه الأطر غير كافي، أو هذه العناصر. أستعمل تعبير لصديق يقول بأنه لدينا المواد المكونة للمحرك أو قطع الغيار، ولكن لم نستطع إلى الآن أن نكون محرك. والمحرك في ميدان التربية يرتبط برؤية أو بمشروع أو بطموح جماعي. هناك مقولة رومانية: ليس هناك ريح مواتية لمن لا يعرف وجهته. Il n'y a pas de vent favorable pour qui ne sait où il va. أولا ينبغي أن نعرف ماذا نريد، والحال أن سياستنا أو سياسة الذين تواتروا على هذا القطاع كانت مذبذبة، اختزلت في مقاربة تقنية. أنا إلى الآن لم أستمع إلى مسؤول باستثناء لغة الأرقام تكلم عما يطمح إليه من المنظومة التربوية. لم أسمع قط من مسؤول يجري تقييم للعملية التربوية خارج لغة الأرقام، يتحدث عن نسبة المنقطعين أو الإهدار، عن نسبة التمدرس، عن عدد الذين نجحوا في البكالوريا إلى آخره. نقوم أحيانا بإصلاحات جزئية، بكالوريا نسبة مرتفعة للرسوب، ضغط نفسي نصلح البكالوريا، ثم بعد ذلك يقع مشكل معين نقول بأنه ينبغي أن ندرج الوزارات لتبليه مثلا، من دون رؤية شمولية، وهذا هو الغائب فاتحا. هناك مسألة أخرى مؤلمة ولكن ينبغي أن نتحدث عنها، لأن مثل ما قلت بأن قضية التربية معقدة، وجزء من الإصلاح يوجد خارج المسار المرتبط من القسم إلى الجامعة. هناك أشياء توجد قبل ولوج المدرسة أو قبل أن يغش التلميذ، ثم أن هناك مشاكل أخرى حينما يستكمل تكوينه. هناك أشياء مؤثرة وهي النخب التي ينبغي أن تضطلع بدور النخبة أو النموذج أو القدوة. ليس هناك منظومة تربوية في العالم قامت من دون في نهاية المطاف أشخاص يرمزون إلى قيم معينة. حينما يتكلم دوغول مثلا يرمز إلى شيء، une certaine idée de la France. حينما كان يتكلم مهدي بن بركة يرمز إلى شيء أو فكرة عن المغرب. نختلف كذا أو نتفق، هذا موضوع آخر. حينما يتكلم عن الفاسي مثلا له تصور عن المغرب.
ولذلك من الضروري أن تكون لدينا نخب ترمز إلى هذه القيم. هناك نص شهير في القرن التاسع عشر لفيلسوف كبير يقول: ومن يربي المربين. جيد أن ننحي باللائمة وننتقد المعلم والتلميذ، ولكن ينبغي كذلك أن نعرض المربين من هم في المسؤولية لكي يرمزوا في نهاية ويكونوا حاملين لهذه القيم. هذه مسألة في اعتقادي أساسي. المجتمعات يعني نحن ندرك ونعرف بأنه يعني الأطفال يتأثرون خطى والديهم، يعني يقلدونهم في الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية. الآباء هم القدوة، ولذلك النخب هي قدوة المجتمع. لا يمكن في نهاية المطاف أن يتطور حقيقة مجتمعنا بنخب غير جدية أو لا تدرك عمق وتعقد العملية التربوية، وقد تختزل في نهاية المطاف يعني العملية التربوية أو الإصلاح من خلال بعض الأمور المادية أو بعض الكلام البذيء، ولا أريد أن أعطي أمثلة. هذه أشياء في اعتقادي أساسي. مسألة أخرى هي القيم. أنا لا أريد في نهاية المطاف أن يعني أختزل المنظومة التربوية في الشغل. مهم جدا، لأنه في نهاية المطاف كيف يستطيع الآباء أن يتحملوا عبء هذه العملية المرهقة زمنيا وماديا من دون طموح مشروع. ولكن العملية التربوية أعمق من الشغل. يمكن في نهاية المطاف إن أنا قصرت اهتمامي على الشغل أن ألقن متعلم مغربي بمعارف ويستكمل تكوينه، ثم بعد ذلك ينفر ويذهب إلى بلد آخر، لأنه قد يجد ظروف مغرية، لأنه لم يعد يرتبط أو لم أرسخ في هذا المسار يعني قيم تربطه بهذا البلد. ولذلك مسألة القيم أساسية. وأعتقد مثلما تفضل السائل الثالث، لن تتقدم منظومتنا التربوية إن لم تكون إطارا للفكر الحر ولتفتق يعني القدرات الكامنة في الأفراد. لا بد أن نبرأ من شيء يسمى في التربية les arguments d'autorité، حجج السلطة. ولا بد أن نبرأ كذلك من ثقل التقاليد، ولا بد أن نركز قيمة الحرية وقيمة الاستقلال في المدرسة وخارج المدرسة، لأن هناك تضارب. أنا آسف أن أقول بأنه قيمة الحرية، كنت في حوار مع مثقف وقلت له بالفرنسية on n'a pas pensé suffisamment la liberté dans le monde. فأجابني، قال لي: لم نفكر فيها قط. نعم، الشعوب تخرج وترفع يافطات حرية عدالة كرامة، لكن على المثقفين يعني أن يدرسوا ما معنى الحرية، كيف تبرز الحرية، مسار الحرية. مثلما أن نفكر في العدالة ليس فقط كشعار، ولكن الميكانيزمات التي تفضي إلى العدالة، وما الكرامة. وهذه أشياء فكر فيها الغربيون. الحرية عندنا في الثقافة العربية الإسلامية مفهوم حقوقي. أن أكون حرا معناه أنني لست عبدا. الحرية ليست لا مفهوم سياسي ولا فلسفي، لا تحمل يعني حرية الفكر، أنني حر أن تكون لدي أفكار أن أفعل، ولكن حرية أن لا أفعل، أن أمتنع عن الفعل. لذلك يعني نحن مطالبون مثلما أنه من أجل قضايا تقنية
يعني نأتم بتجارب معينة في الإدارة إلى آخره، كذلك في هذه القضايا أن نفكر أو أن نتعلم من المسار الذي عرفه الغرب، يعني لكي تنبت منه حرية، قيمة الحرية. الحرية كانت بالأساس ضد كل سلطوية وضد كل هيمنة للفكر الديني، ولذلك كانت بالأساس يعني نتاج علاقة صدامية مع هذه العوائل. والحال أنه مثل ما قال السائل، وأن المدرسة المغربية سواء من خلال الحفظ يعني أو من خلال يعني تركز الخنوع وطاعة إيجابية في جوانب معينة، لكن لن نتقدم في نهاية المطاف إن لم نرسخ قيم يعني الاستقلالية والحرية. وأعتقد أن هذه القضايا غائبة في منظومة التربية. قبل أن أكتب هذا الكتاب انتقلت إلى كثير من المؤسسات التربوية، وبالأخص في ميدان يعني التعليم ما قبل المدرسة، ومنها يعني مدرسة غونسار هنا، ويعني أمضيت وقتا طويلا متتبعا لكل مراحل يعني التعليم، ولاحظت بأن الشيء الأساسي الذي كانت تركز عليه المربية وهي حاصلة على إجازة في التربية ولها عتاد وزاد قوي في علم النفس وفي السوسيولوجيا التربوية، الشيء الأساسي الذي كانت تركز عليه هو الاستقلالية والأوتونومي. الحال أن منظومتنا التربوية في المدرسة وخارج المدرسة تركز بالأساس على الطاعة وعلى الخضوع والخنوع، ولن تتقدم مدرستنا ولا مجتمعنا إن لم نركز على قيمة الحرية. لا أريد أن أطيل عليكم وأعتذر يعني إن لم أخذ يعني أسئلة أخرى، لأنه لا أريد يعني أن أتيت بالأساس لكي أوقع هذا الكتاب. ومرة أخرى أجدد الشكر والاعتذار للذين لم يستطيعوا يعني أن يطرحوا أسئلة، وأعدكم في إطار آخر قد يكون أليق يعني أن نجري حوارا معمقا حول قضايا التربية. شكرا لكم.